الو، انت فين يا نادي؟ شقتي يا منير. الله، ده حمدي قاعد يخبط عليكي قد كده وما لقاكيش. عارفه. الله، يعني انت كنت جوه؟ ما قدرتش افتح له. ليه كده يا نادي؟ حرام عليكي، ابنك تعبان ومقهور وحاسس بالذنب. مش عارفه ابص في وشه يا اختي. شفت في عينيه نفس نظرة أبوي وما اتهمني بالخيانة، وأنا مش هستحمل النظرات دي من ابني. مصيره يعرف الحقيقة، ابنك تعبان ومحتاج لك وما صدق لقاكي. أنت عارفة يا منيرة إن أنا كمان ما صدقت ألاقيه، بس أنا ما يرضينيش يا حبيبي يمشي موطي راسه في الأرض. أنا مش عايزة أرجع له إلا لما أثبت براءتي. ما تقسمهاش قوي يا نادية، ابنك تعبان، بطلي مكابرة. والله ما بكابر يا أختي، والله أنت عارفة أنا بعمل ده كله علشانه. أنا هفضل ورا ناجي ده، أروح له مرة واتنين وعشرة لغاية ما يقر ويعترف بالحقيقة. إن شاء الله يا رب أتسجن تاني.